يا بعشاق اللهانة، هذا أطيب مخلل ممكن تسووه بالبيت. وألف ألف عافية. حبايبي جربوا الوصفة وكتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم. يا بي، وإذا الفيديو عجبكم تنسون تدعمونا بلايك بتعليق اشتراك. يا بي، أول شي نجيب لهانة حمراء. هذا الأبيض نطلعه، ما نحتاجه. شلون طلعناه؟ هسه نبدي ننقص. يبا بعد ما قطعناه، طبعا انا سويت نص الكميه، بيها تقريبا ربع كيلو. شوف شلون صار عندنا بهذا الشكل. هسه نجيب مصفي وننزله. يلا هسه نضيف رشه خاشوقه ملح ونبدي نفركه بايدنا، ونخليه تقريبا نص ساعه حتى ينزل المي مالته. خلي نص ساعة ونرجع لكم. يابا همشي البرطمان نخليه بمي حار تقريبا 5 دقائق حتى يتعقم. هاي كمية المي اللي طلعت. نجيب الكاسة، كلاس خل، كلاس مي، نومي حامض، تقريبا 2 عصارة. هسه نجانس المكونات. هسه نجيب البرطمان ونبدي نضيف. يابا وصار عندنا بهذا الشكل. هسه نبدي نضيف. يابا واخر شي نطبقه ونخليه تقريبا 3 ايام الى 4 ايام. والف الف عافية.